بقرعة دور الثمانية من بطولة دوري مرتبط، تحطت الأهلي والزمالك في مواجهة مرتقبة لو قدر يحقق كل فريق منهم الفوز في ماتشه في دور الـ16. الأهلي في دور الـ16 هيلاعب جزيرة الورد، والزمالك هيكون بيلاعب المصرية للاتصالات، وبنسبة كبيرة الاثنين هيقدروا يحققوا الفوز ذهابا وإيابا. عشان تكون بقى يعني مباراة قوية جدا ما بينهم وما بين بعض في دور الثمانية، واللي بالتأكيد هتكون متعة كبيرة ومثيرة جدا جدا. والنهاردة زي ما كنت بقول لحضراتكم أول جولة من دور الـ16 دوري مرتبط، وجولة الإياب هتكون يوم 21، بعدها نقدر نعرف هل فعلا مباراة القمة هتكون جاية مبكرا ما بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، كل ده هيبان ولكن من بعد يوم 21. فدايما ماتشات الأهلي والزمالك بيكون ليها طعم خاص، ولكن دايما بنفضل برضو نقول ان احنا بنستمتع جدا لما نلاقي في أندية تانية بتظهر وبتتنافس مع الأهلي والزمالك وبتكون ند قوي جدا ليهم، ونشوف تنافس خماسي ما بين أندية على لقب بطولات في الرياضات الجماعية. كل ده بيزيد من حلاوة ومتعة الدوريات المحلية، ولكن هيفضل دايما في قلوب عشاق الرياضة المصرية مباراة القمة ما بين قطبي الرياضة المصرية في مصر، ليها طعم آخر. ممكن نكون على موعد مبكر مع هذا النوع من المباريات أكيد اللي بيكون مثير جدا. نستنى اليوم 21 ونشوف هيكون في إيه.